يقول: أنا أب وأعيش مع أبنائي ولله الحمد والمنة، وأحيانا أغضب عليهم بسبب كثرة مشاكلهم وإزعاجهم لي ولأمهم، ومن شدة الغضب أضربهم أحيانا على وجوههم، فما حكم عملي هذا وكيف يكون تأديبهم وجزاكم الله خيرا؟ هذا الأب الذي يعيش مع أبنائه ويغضب عليهم أحيانا، هو لا بد أن يوجد من الأولاد ما يكون سببا لغضب الوالدين، لا سيما الصغار منهم الذين لم يدركوا مصالحهم ولم يدركوا ما أوجب الله عليهم من احترام الوالدين. فمثل هؤلاء الصغار يحتاجون إلى شيء من التأديب والتمرين لمصلحتهم، ولا مانع من ضربهم الضرب الذي لا يضر بهم غير المبرح الذي يردعهم ولا يضر بهم. ويجب أن يتقى الوجه، لأنه يقول أضربهم أحيانا على وجوههم، لأن ضرب الوجه حرام وجاء النهي عن ضرب الوجه. على كل حال يؤدبهم ويضربهم بما هو غير في محل غير الوجه، من الظهر أو من اليد أو الرجل أو ما أشبه ذلك، لكن يتقي الوجه. حتى الدابة لا تضرب على وجهها. نعم. البعض يا شيخ قد يكثر ويسرف في الضرب بما لا يأتي به، يعني لا يحصل بذلك النتيجة التي يرجوها، توجيهكم له والله يحفظكم. على كل حال قد توجد الغلظة والفظاظة من بعض الناس، لكنها على غير الهدي النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما رفيقا رقيقا، والرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فعلى الإنسان أن يرفق بهؤلاء وأن يكون كالطبيب بينهم، كالطبيب بين هؤلاء الأطفال، يعاملهم بما يصلح أحوالهم، وقد يقسو عليهم أحيانا إذا تطلب الأمر ذلك. فليس الأسلوب اللين ينفع في جميع المواقف، ولا الشدة والفظاظة تنفع في جميع المواقف، لكن يكون الأصل هو الرفق، ثم بعد ذلك قد يزيد في أدبهم إذا اقتضت المصلحة ذلك.